تنين تنين تنين. قبل تقريبا سنتين أعلنت عن بيع بيتي. مواصفات جميلة، طلع حلوة، بيت جميل، كل المواصفات فيه، وسعر لقطة. الشهر الأول، الشهر الثاني من الإعلان، الثالث مش عارف أبيع البيت. بهديك الليلة عملت مديتيشن، تأمل مع صلاة، ودعيت دعاء ختم القرآن. الساعة 2 فجرا أجاني صوت ملائكي بيحكي لي صلي صلاة فك التعلق، اسم أول مرة بسمعه. كنت وقتها متعمق جدا بالتأمل والعالم الكوني والروحاني. صلاة فك التعلق، مش صلاة الحاجة، فك التعلق. مباشرة قمت، لأني أنا بسمع علم الأصوات والإشارات، بنتبه لها، تحممت، صليت ركعتين. إذن الساعة 2 ركعتين. خلصت، قعدت دقيقتين، عملت تمرين قطع الحبل الطاقي بيني وبين تعلقي وحبي لهذا المنزل. والله العظيم بعد تقريبا 8 ساعات كان مبيوع بالكاش دفعة واحدة. تخيلوا، ساعة 2 تقريبا، بعد 8 ساعات ساعة 10 كاش. إذا بدك تفك تعلقك بأي شيء حتى تتدفق الحياة وتمشي، بعمل، بشخص، بتعلق بأي شيء، بوظيفة، اعمل تمرين الحبل الطاقي واثنين اثنين اثنين وشوف النتائج.